مرحبا بكم مع سيمو على قناة سيمو فلوغر. اليوم غادي نمشيو ندير واحد الجولة بالدراجات الهوائية في مدينة الرباط. مرحبا بكم معنا. دابا غادي من الجنب ديال شالة ننزلو فواحد البيست باش نخرجو لواحد الشانطي كبير. السلام عليكم. الشمس العشية مهينة تبغي بالله نبقى خبت في هاكر صح هذاك الشيء راه فايت طيح انا هنايا ني شفت واحد الواد قلقتي برا في الدم هذاك الشيء اللي درت راه صور بليما هاد البلاصه والله الا فكرت فيها ودرتها هذه ميل هنا لاباس بعدا لا لاباس هذيك الهبطه ضربت واحد التكرضيعه يا سلام زويونه لانني بقيت كنصور بيدي اليمين وفرانيت باليد ديال اليسر اللي هي الفران ديال القدام وكنت عارفه غتوقع واخا هكذا كنت باغي نصور عرفتي ويد والفران قاصح ديال القدام وانا نتهز المهم شي جريحات خفاف ماشي مشكل يو انها السرعه يو
كتشوفوا المتسابقة ديالنا. دات كاس